الخليج والجيل تعادل تعادل بالأهداف. هذه خطرة 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 جول، هذه خطرة يسدد جول جول. أول 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 محمود الصايغ، محمود الصايغ يصيغها يصيغها بالمرمى. جول أولاني، هدف أول في الدقيقة الأخيرة، في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة. سنلعب أربع دقائق وقت بدل ضائع، لكن محمود الصايغ، محمود الصايغ يصوغ ثلاث نقاط مهمة، مهمة للغاية لخليج سيهات. وكرت أصفر، كرت أصفر الصايغ. شوف 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 الصايغ لعبها لعبها. هذه لعباتك، هذه لعباتك، هذه لعباتك يا محمود الصايغ، هذه لعباتك وهذه أهدافك. وهذا هو محمود الصايغ هداف دوري الدرجة الأولى في العام الماضي. أوه على ثلاث نقاط، مهمة 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 للخليج. ثلاث نقاط ربما تكون هي الثلاث النقاط الناقلة للخليج إلى دوري جميل. هدف أول في الدقيقة 45 من يعني في الدقيقة 90 من عمر المباراة. ولكن الخليج الآن شوف نفسيا يعني الضغط راح يعني راح يقل الضغط على سلامات للاعبين الواقعين على أرضية المباراة. محمد الخليفة مدافع نادي الجيل وأيضا اللاعب محمد أو علي السعلة. الجمهور الخلجاوي سعيد، يلوها الجمهور، الجمهور الخلجاوي سعيد جدا حقيقة، جن جنونه جمهور الخليج بعد حقيقة تسجيل محمود الصايغ لهدف أول أول مهم مهم جدا. شوف 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 شو. يا سلام يا ركنها ركنها، والله لا يلام لا يلام الدحبسي، ولكن هذا الهدف يعني